يا صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة أون تايم سبورتس في كل مكان. لقاء صباحي رياضي بيتجدد في صباح أون تايم على مدار ساعة ونص، هنناقش وهنتكلم وأكيد هنستعرض أهم وآخر أخبار الساحرة المستديرة والرياضات الأخرى على المستوى المحلي وطبعا العالمي. صباح الخير يا اللي معانا. صباح الخير مرة تانية على حضراتكم، والبداية هتكون مع الحدث الأهم والأبرز والأكبر أكيد في القارة السمراء على مستوى الأندية، نهائي دوري أبطال أفريقيا واللي جمع امبارح ما بين الترجي والنادي الأهلي في ملعب حمادي العقربي في رادس، وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد مباراة تكتيكية في المقام الأول من جانب الاثنين المدربين، وكمان من جانب الفرقتين اللي لعبوا بحذر دفاعي شديد جدا عشان يتأجل الحسم لمواجهة الإياب إن شاء الله هتكون هنا في استاد القاهرة يوم السبت اللي جاي يوم 25 مايو. المدرب مارسيل كولر ابتدى المباراة دي امبارح بتشكيل كان في حراسة المرمى مصطفى شوبير، قصاده علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، في الوسط مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، وجناحين بيرسيتا وحسين الشحات، وفي الهجوم وسام أبو علي. وطبعا كان في سوء حظ كبير جدا بسبب إصابة علي معلول في أول 5 دقائق وخروجه كمان ونزول كريم فؤاد. شوط كان فيه حذر بشكل كبير جدا، مفيش غير فرصة واحدة بس على مرمى مصطفى شوبير من رأسية البرازيلي رودريجو، يعني مرت بجوار القائم زي ما أكيد حضراتكم كلكم شفتوها امبارح وتابعتوها، فيما عدا ذلك ما كانش فيه أي اختبار بالنسبة للاثنين الحراس. فالشوط الثاني استمر نفس الأداء ده من جانب الفرقتين، فرص نادرة جدا على المرميين، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق عمل مستر مارسيل كولر تغييرين، نزل محمد مجدي قفشة ورضا سليم، وخرج بيرسي تاو وإمام عاشور في الدقيقة 80، ومرت برضو الدقائق الأخيرة من غير أي خطورة على المرمى التونسي أو المصري كمان عشان ينتهي اللقاء ده بالتعادل السلبي. وطبعا ممكن نقول على النتيجة دي إن هي نتيجة إيجابية، خطوة كويسة جدا على طريق النجمة الـ 12 في انتظار رد فعل قوي من جانب مستر مارسيل كولر إن شاء الله في مباراة العودة قصاد جمهور النادي الأهلي في استاد القاهرة. تعالوا نتابع معاكم اهم التصريحات اللي خرجت امبارح بعد هذا اللقاء. مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد المباراه اتكلم عن اداء اللعيبه وقال كانت مباراه قويه جدا، ما دخلناش المباراه دي بالشكل المطلوب في الشوط الاول لكن تحسننا اكيد بعد كده في الشوط الثاني، وانهينا الشوط الاول في رادس، وطبعا دلوقتي احنا قصادنا شوط تاني مهم وهو اكيد الاهم في القاهرة، لازم ان احنا نركز ان احنا نقفل المساحات على الترجي وان احنا كمان ما ندهمش المساحة، وفي نفس الوقت ان احنا نخلق الفرص دون اندفاع. تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم وأبرز التصريحات الخاصة بالمدير الفني للنادي الأهلي مستر مارسيل كولر بعد هذا اللقاء الهام، ونرجع تاني. كانت مباراة قوية جدا كما توقعت، لكن الشوط الأولاني ما لعبناش الكرة اللي أنا كنت عايزها أو ما عملناش اللي أنا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا أفضل، دخلنا في المباراة كنا شكلنا أفضل كتير. في النهاية ده الماتش الأول، كده كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط، والشوط الثاني هيبقى في القاهرة، هيحتاج مننا إن احنا نكون واقفين، نقف كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت إن احنا ناخد ريسك أو مخاطرة قدام واحنا على أرضنا عشان نفوز بالمباراة إن شاء الله. بالنسبة لعلي معلول لسه بدري جدا إن احنا نعرف هل في إصابة أو مدى قوة الإصابة، لما نرجع القاهرة نعود القاهرة إن شاء الله بإذن الله هنقوم بأشعات وتحاليل ونقدر نحن نشوف هل في إصابة قوية أو لا. دلوقتي بدري جدا أن نعرف، ما فيش لسه عندي معلومة مؤكدة عن إصابة كابتن علي معلول. الكرة اللي أنا انفعلت فيها كانت بسبب أن الكرة كانت أوفسايد، وبعدين إحنا قطعنا الكرة، كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة، هو ما اداناش الأدفانتج، ما اداناش الفرصة، وأنا كنت شايف من وجهة نظري أن هو المفروض يسمح بالفرصة لأن هي كانت فرصة خطيرة جدا وهو بصفرته منعها، فعشان كده انفعلت مش أكتر من كده. أنا في كل مباراة بلعبها مع النادي الأهلي أي مباراة أيا كانت هدفي دايما الفوز، فما كانش عندي الهدف بتاعي التعادل، ولكن بتلعب خارج الديار وحصلت على التعادل فدي نتيجة لازم نقبلها ونتقبلها كما هي، لا هي نتيجة كويسة ولا هي مش كويسة.
بالنسبة لماتش العودة طبعا احنا شفنا ترجي فريق كبير، فريق قوي، خلق فرصة او اثنين في الشوط الاولاني، ده بيبين قوة الفريق. وبالتالي الماتش في القاهرة لازم يكون في حذر من ناحيتنا جدا، ان احنا نكون دفاعيا عندنا تركيز وصلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نحرز اهداف عشان خاطر في النهاية ان احنا نحصل على لقب باذن الله. دي كانت أهم وأبرز تصريحات الخاصة بالمدير الفني للنادي الأهلي بعد مباراة امبارح، مباراة الذهاب في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. نروح بقى لرامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، واللي أكد أن مباراة فريق قصاد الترجي التونسي لم يتم حسمها، وطبعا في موقعة تانية وهي موقعة الإياب هتكون أكيد موجودة هنا في القاهرة. اتكلم برضو وأشاد بمستوى الترجي خلال اللقاء، وقال ربيعة بعد المباراة أنه هو فريق محترم جدا، وكنا عندنا أكيد رغبة أن احنا نساعد الجمهور اللي جه ورانا لتونس وأن احنا نخرج بنتيجة إيجابية، وأكيد في شوط تاني هيكون في مباراة الإياب في القاهرة لازم ان احنا نكون بنبذل اقصى جهد عندنا عشان نقدر نحسم اللقب ده. وفي اكيد تماسك دفاعي من الفريقين، والفريقين اكيد كان كل فريق فيهم بيخشى ان هو يستقبل اي اهداف من الفريق التاني، ولو حصلت على بطولة افريقيا اكيد هيكون اللقب ده بالنسبة لي هو السادس، واكيد في احلام كتيرة جدا ما بيننا وما بين كل اللعيبة، وعندنا رغبة ان احنا نحقق شيء جديد لينا ولجمهورنا. وعلى الجانب الآخر أكد البرتغالي ماجل كاردوسو المدير الفني للترجي التونسي أن فريقه ما استغلش عامل الأرض والجمهور قصاد النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال كاردوسو بعد المباراة، مباريات النهائي بتكون ليها حسابات كتيرة جدا لأن هي بتتلعب بالروح، كل مدرب بيسعى أكيد أنه يستغل الفرص، قدرنا أن احنا نستغل الفرص اللي أتيحت لنا، لعبنا بشكل كويس في الشوط الأول لكن الشوط الثاني كانت في مساحات ما قدرناش أن احنا نستغل عامل الأرض والجمهور. المباراة اللي جاية هتكون أكيد هي المباراة الحاسمة، ولازم إن احنا يكون عندنا الحظوظ في مباراة العودة ونواجه كل مباراة على حسب ظروفها، وأكيد عندنا بعض اللعيبة اللي يقدروا إن هم يصنعوا الفارق. كمان لاعب الترجي ياسين مرياح بعد مباراة فريقه قصاد النادي الأهلي وعد الجمهور إن هو هيرجع باللقب، وقال عندنا الحظوظ الأوفر لتحقيق اللقب في القاهرة بعد عدم استقبال أي هدف على ملعبنا، اتأهلنا من أبيجان وبعد كده من جنوب أفريقيا، عشان كده جماهيرنا بتثق فينا وبقدرتنا إن احنا نرجع باللقب من القاهرة. وقال كمان إن النهائي بيلعب على شوطين، خرجنا بتعادل سلبي في تونس وبيتبقى الشوط الأهم، أكيد هنحضر نفسنا بشكل كويس جدا عشان نواجه في القاهرة، والهدف في الإياب أكيد بيفرق بشكل كبير جدا، وهو ده اللي احنا هنحاول ان احنا نعمله، وهنواجه منافس صعب بيمتلك خبرات كبيرة زي النادي الأهلي، أكيد يعني عندنا فرص أو كان عندنا فرص أكتر في الشوط الأول تحديدا لكن احنا ما قدرناش ان احنا نستغلها. ومن مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي اللي أقيمت امبارح على ملعب رادس، أكيد امبارح انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفرقتين، وإحنا في انتظار مباراة العودة الشوط الثاني بالنسبة لهذه المباراة أو لهذا النهائي اللي هيتلعب إن شاء الله يوم 25 يوم السبت القادم على استاد القاهرة. كل التوفيق أكيد بنتمنى للمارد الأحمر النادي الأهلي صاحب ال 11 لقب، وإن شاء الله يكون بيتوج وبنحتفل باللقب ال 12 ليه. نروح بقى لمباراة في غاية الأهمية والقوة، مهمة جدا أكيد النهاردة هتقام كمان ساعات على استاد القاهرة الدولي وقصاد أكتر من 50,000 مشجع، جمهور الكرة المصرية بشكل عام وجمهور أكيد وعشاء نادي الزمالك بشكل خاص هيكونوا على معاد مع نهائي كاس الكونفدرالية الأفريقية ومواجهة نادي الزمالك قصاد نهضة بركان المغربي في مباراة الإياب الحاسمة في البطولة في إياب نهائي كاس الكونفدرالية الأفريقية. النهاردة الساعة 8 مساء لقاء في غاية الأهمية، المباراة اللي أكيد مستنيها كل عشاق ومحبي القلعة البيضاء بعد انتهاء مباراة الذهاب بخسارة نادي الزمالك للأسف بهدفين مقابل هدف في المغرب، ويمكن الهدف اللي سجله المهاجم التونسي وقتها سيف الدين الجزيري هيكون أكيد ليه النهاردة عامل السحر، لأن هو لو كانت المباراة انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين دون رد كانت برضه هتكون الأمور أصعب بالنسبة لنادي الزمالك في مباراة العودة، فعشان كده جمهور نادي الزمالك عنده طموحات كبيرة جدا جدا في التتويج النهاردة
لأكتر من سبب. أول سبب أن نادي الزمالك بقاله أكتر من موسمين بعيد عن أي تتويج، سواء كان محلي أو قاري، بعد طبعا آخر لقب فاز به نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 21-22. خسر نادي الزمالك كل المنافسات اللي شارك فيها في آخر موسمين سواء محليا أو حتى قاريا. تاني سبب ان الجيل الحالي من اللعيبه، واللي اكيد معظمهم كان صفقات في الميركاتو الشتوي اللي فات، محتاج ان هو يكسب بطوله، وبطوله كبيره زي الدوري او دوري ابطال افريقيا او بطوله الكونفدراليه الافريقيه عشان ياخد الثقه. فاكيد البطوله بطوله الكونفدراليه الافريقيه هي يمكن مش بنفس قيمه دوري ابطال افريقيا، لكن في التوقيت الحالي مهمه، ومهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك واكيد طبعا للجيل الحالي من اللعيبه. ثالث حاجة، جمهور نادي الزمالك واللي كان من أول البطولة اللاعب رقم واحد، يعني لأن أنتوا لو متابعين وشايفين المشوار بتاع نادي الزمالك من أول مباراة، من مباراة أرتا سولارا جيبوتي، هتلاقوا جمهور نادي الزمالك هو اللي رجع الفريق في مباراة العودة، وكمان في ماتشات دور المجموعات وماتشات البلاي أوف في الدور ربع النهائي وكمان نص النهائي. فعشان كده مطلوب اكيد ان انت ترد الهديه مره تانية لجمهور نادي الزمالك، جمهور كبير وعظيم ساند الفريق في توقيت صعب جدا من نهايه الموسم اللي فات لحد دلوقتي. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن مباراه نادي الزمالك ونهضه بركان ونرجع نكمل معاكم مره تانية. تسعون دقيقة تفصل فريق الزمالك عن العودة لمنصات التتويج القاري بعد غياب استمر 4 أعوام، وذلك عندما يستضيف نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي، وأمام أنظار ملايين من محبي وعشاق القلعة البيضاء تبدأ الحكاية، حيث يحتاج أبناء متعقبة للفوز بفارق 2 بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما خسر لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد. ويسعى الزمالك لتكرار سيناريو نسخة 2019، وذلك عندما خسر في الذهاب بهدف نظيف قبل أن يعود ويفوز بالنتيجة ذاتها في القاهرة ويتوج باللقب في النهاية بركلات الترجيح. والفوز بنتيجة 2-1 لأبناء ميت عقبة قد يعيد لهم سيناريو التتويج الأول في المسابقة القارية. ويسعى الزمالك للعودة إلى منصة التتويج القاري للمرة الأولى منذ عام 2020، وذلك عندما توج بالسوبر الأفريقي الرابع في تاريخه على حساب الترجي التونسي. المهمة لن تكون سهلة في ظل رغبة فريق نهضة بركان في الرد على هزيمة نهائي نسخة 2019 والتتويج باللقب الثالث في تاريخه، إذ يكفي الحفاظ على نظافة شباكه والهزيمة بفارق هدف وحيد على الأقل للتتويج بالبطولة القارية. مواجهة فنية برتغالية تونسية بين جوزيه غوميز والذي يخوض النهائي الثاني له مع الزمالك منذ توليه المقاليد الفنية، والذي يسعى لوضع أول بصمة له حقيقية وقيادة الفارس الأبيض إلى منصات التتويج القارية، ومعين الشعباني والذي يمني النفس بثالث لقب قاري في مسيرته التدريبية بعد لقبين لدوري الأبطال مع الترجي التونسي. في النهاية الزمالك يسعى للعودة لمنصات التتويج وحصد اللقب القاري 14 في تاريخه بمختلف البطولات، والثاني في الكونفدرالية الأفريقية، ليكون الفريق المصري الأكثر تتويجا بها أمام نهضة بركان الفريق المتمرس في البطولة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. فهل يعود الزمالك لمنصات التتويج ويعانق المجد القاري، أم يكون للفريق المغربي رأي آخر في قمة عربية تترقب بطل المسابقة الأفريقية؟ في الحقيقة أن مشوار نادي الزمالك ونهضة بركان في البطولة كان متباين بشكل كبير جدا. نادي الزمالك لاعب في دور ال 32 قصاد أرتا سولار بطل جيبوتي، وخسر في الذهاب بهدفين دون رد، وعمل ريمونتادا قوية جدا في الإياب، فاز في القاهرة بنتيجة 4-1 في الشوط الثاني بالتحديد عشان يتأهل لمرحلة دور المجموعات. لاعب نادي الزمالك في مجموعة ضمت معاه سجرادا الأنجولي، أكاديمية سوار الغيني، وأبو سليم الليبي، جمع من النقاط 13 نقطة
فاز في 4 مباريات على أبو سليم 1-0 و2-1 وعلى أكاديمية سوار 4-0 وعلى سجرادة 1-0 وتعادل مباراة وحيدة مع سجرادة بدون أهداف واتلغت مباراته الأخيرة مع أكاديمية سوار لعدم تمكن الفريق الغيني أن هو يوصل للقاهرة في الدور ربع النهائي. لعب كمان قصاد مودرن فيوتشر فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وتعادل في الإياب بهدف لكل فريق. وفي الدور نصف النهائي لعب قصاد دريمز الغاني اتعادل في القاهرة بدون أهداف لكن رجع من ملعب كوماسي في غانا بانتصار كبير جدا ثلاثية دون رد تأهل بيها للمباراة النهائية. على الجانب الثاني نهضة بركان لعب في دور ال 32 مع فريق انسورانس النيجيري تعادل في الذهاب بنتيجة 2-2 فاز في المغرب 1-0 وتأهل لمرحلة دور المجموعات. لعب نهضة بركان في مجموعة ضمت معاه الملعب المالي وسيخوخون الجنوب افريقي وديابل نوار الكونغولي وجمع من النقاط 14 نقطة تأهل بيهم عن صدارة الترتيب ولعب في الدور ربع النهائي مع نادي أبو سليم الليبي وتعادل في ليبيا من غير أي أهداف وفاز في المغرب بنتيجة 3-2 وتأهل للدور نص النهائي عشان يتأهل منه مباشرة للمباراة النهائية من غير ما يلعب بعد طبعا أزمة القمصان الشهيرة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري. تاريخ مميز بالنسبة للمنافس المغربي في البطولة، بطولة الكونفدرالية الأفريقية فاز بها مرتين في آخر 4 سنين في نسخة 2022 على حساب نادي بيراميدز وفي نسخة 22 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وطبعا النهائي الرابع اللي بيشارك فيه نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية. في المقابل احنا عارفين ان نادي الزمالك أحرز لقب البطولة مرة واحدة بس كانت في نسخة 2019 على حساب نهضة بركان برضو عن طريق ركلات الترجيح بعد تبادل الفوز بنتيجة 1-0، لكن يعني أكيد دي حاجة كل عارفها والكل أكيد يعني عامل حسابها. نادي الزمالك عنده تاريخ كبير جدا أفريقيا، يعني هو صاحب اللقب الخاص ببطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات بجانب طبعا كاس الكؤوس الأفريقية، لقب وحيد برضو زي ما قلت لكم لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في 2019 و3 ألقاب للسوبر الأفريقي. أكيد بنتمناها لنادي الزمالك النهاردة إن شاء الله يقدر يحسب اللقب ده لصالحه. خليني برضو أقول لحضراتكم التشكيل المتوقع واللي ممكن يكون بيبتدي بيه النهاردة جوزيه جوميز المباراة في حراسة المرمى، عواد قصاده في الدفاع، عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المتلوثي وأحمد فتوح، وفي الوسط هنلاقي دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، والثلاثي مصطفى شلبي، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري. هدفين نادي الزمالك في النسخة الحالية أكيد على رأسهم أحمد سيد زيزو سجل 4 أهداف، سيف الجزيري سجل 2، نفس الموضوع برضو يوسف أوباما وناصر منسي هدف وحيد لكل لاعب فيهم، مصطفى شلبي وأحمد حمدي وسامسون إكينيولا. كل توفيق أكيد بالنسبة لنادي الزمالك ممثل الكورة المصرية، يعني أكيد إن شاء الله بنتمنى له النهاردة أنه هو يقدر أنه هو يحسم اللقب ده ويكون لقب زملكاوي، لقب أكيد يضاف للكورة المصرية ولألقاب الكورة المصرية بشكل عام. تعالوا سريعا نشوف جزء من المؤتمر الخاص بهذه المباراة ونرجع تاني. One thing is the club. Another thing is one game played by two teams. الحاجة التانية ماتش بتلعب بين فريقين. In one game, one team can be better than the other one. ممكن في ماتش يبقى فرقة أحسن من فرقة. And the smallest one can win to the biggest one. وممكن الفرقة الأصغر تكسب الفرقة الأكبر. In the half time of this game, this final. بين الشوطين يعني في النهائي ده. Berkane is smallest than us as a club. And they won. نهضة بركان أصغر كنادي لكن كسبوا. Please don't misunderstand my words. I'm not saying that they are a bad team. ما تفهموش غلط، ما بقولش النادي saying, وحش. I think all of you agree. Zamalek as a club, as a fans, is bigger. أنتوا كلكم توافقوا إن نادي الزمالك أكبر من نادي بركان. You don't agree with this? يعني. You must respect Berkan. لازم نحترم نهضة بركان. We must respect what they did, the way that ولازم نحترم الطريقه اللي هم عملوها والطريقه اللي لعبوا بيها. They have a lot of strong points. وعندهم نقط قوه. If you think because you play at home, you already won the final. لكن لو احنا هنفكر احنا عشان بس بنلعب عندنا في ارضنا ان احنا كسبنا الفاينل. We lose. هنخسر. I know that it will be very important. The support of our fans. هيبقى مهم جدا الجمهور بتاعنا. Fantastic support.
extra energy we can say. بدون طاقة إيجابية أكبر. But the players inside the pitch. لكن اللعيبة جوه الملعب لازم تشتغل الشغل بتاعها صح. أكيد طبعا يعني يمكن محمد مدحت كان صديق شخص ليا وصديق مقرب ليا جدا كلنا مفتقدينه من يوم وفاته طبعا اللعيبة كلها وكان قريب من اللعيبة كلها بصراحة ومن الجهاز كله اللعيبة كلها كانت تتكلم في الموضوع دوت ان احنا ان شاء الله نقدر نحقق له بطولة السنة دي كلنا مفتقدينه وهو وحشنا جدا ان شاء الله يكون في مكان احسن يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش بكرة ونقدر نحقق البطولة ونديها للروح يعني ان شاء الله. ومن أهم التصريحات الخاصة بجوميز المدير الفني لنادي الزمالك وعمر جابر كابتن نادي الزمالك، نروح لأهم التصريحات الخاصة على الجانب الآخر لمعين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي. المباراة هذه كما هو سأل هي مباراة نهائية، أكيد احنا حققنا ممكن شوية المطلوب بربح ماتش الذهاب، باقي ماتش الإياب ممكن يكون ماتش صعيب، تعرفوا هذا نهائي، أكيد اللي باش يكون محضر كما يجب الماتش من جميع النواحي وخاصة ذهنيا أعتقد أنه باش يفوز بالماتش إن شاء الله. حتى كنت تحس أنه أنت أقوى من الفريق الثاني، بالعكس لازم تحترم الفريق وتحترم مكونات الفريق، وبالنسبة لنا نادي الزمالك نادي كبير وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة، وفي السنين الأخرى نعتبر كان نادي كبير، الألقاب هي اللي تتكلم عليه وعنده لاعبين ممتازين بصراحة. الحقيقة يمكن نستغرب شوية من التصريح لأنه مثلا نشوفه صاحب المركز الأول في الدوري المصري بيراميدز ومن أحسن الفرق اللي تلعب في الكونفدرالية فيوتشر، ما عندهمش قاعدة جماهيرية كبيرة وحديثي العهد معناها، فهمت؟ أعتقد أنه نهضة بركان اكتسب من الخبرة شيء الكثير، يعني في الخمس سنين الأخرانين حامل لقب مرتين وصل نهائي، عندنا ما شاء الله يعني لاعبين دوليين كابتن منتخب بوركينا فاسو، الفريق هذا يلعب ضد فرق كبيرة في المغرب عندها يعني قاعدة جماهيرية كبيرة كما الوداد وكما في ساعة يعني استاد كبير كما الوداد والرجاء والجيش الملكي، دونك متصور متعود على المباريات هذه. وفي نفس الإطار هنروح دلوقتي نشوف مع حضراتكم بعض التصريحات الخاصة بلعيبة نهضة بركان وكمان لعيبة نادي الزمالك قبل اللقاء الهام والمرتقب النهاردة في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. نحن نستعد جيدا لهذه المباراة القادمة ونركز بشكل جيد للغاية، لم نأتي من أجل السياحة بل من أجل الفوز. كلش كيتسنى فينا لا جماهير البركانية ولا الجماهير المغربية، إن شاء الله احنا عارفين المسؤولية اللي علينا وحاسين بداك الضغط وبكل شيء اللي علينا، إن شاء الله احنا غادي نديروا المجهود ديالنا ونديروا الماكسيموم باش ان شاء الله نفوز ان شاء الله بالمقابله وان شاء الله تعطينا ان شاء الله اللقب ان شاء الله. بالنسبه للمقابله اش نقول لك، مواجهه مصيريه بحكم ان جات يعني في نهايه الموسم ولقب مهم لينا والمهم كاع المغاربه كاملين ان شاء الله. احنا الحمد لله كنستعدوا باجواء جيده الحمد لله، كل شيء كيمركز طبعا. النتيجه بتاعت الماتش اللي فات طبعا يعني هي تعتبر نتيجه خداعه شويه، كل الناس شايفه ان الماتش بتاع العوده هيبقى سهل، لا طبعا ما فيش ماتش نهائي بيبقى سهل، برضو احنا بنلعب قدام فريق قوي برضو بدل وصل للنهائي فهو اكيد فريق قوي، بس الميزه اللي عندنا ان احنا هنلعب في ملعبنا طبعا وسط جمهورنا وان شاء الله باذن الله يبقى عندنا الحافز بدل ما نجيب جون نجيب جون واثنين وثلاثه ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمنا ويبقى النهايه من حليفنا ان شاء الله. هي مباراه زي اي مباراه، وكان هناك عندنا علينا ضغط شويه وضغط جمهور، بس دلوقتي احنا قوه طبعا ان الجمهور معانا في ظهرنا وبيدعمنا دايما. زي ما انت قلت انت استقبلت جونين من كور ثابته في اول 20 دقيقه، اكيد ما كانتش احسن حاجه، بس حسيت بتلعب فاينل خسران 2 بره ارضك وفي اول 20 دقيقه اللي انت تتماسك وترجع تاني الشوط الثاني، فدي هتحسب لشخصيات اللعيبه وان شاء الله تظهر اقوى واقوى ان شاء الله على استاد القاهره يوم الاحد ان شاء الله.
هنروح مع حضراتكم للاستعدادات الخاصة باستضافة المباراة النهاردة. كشف العميد محمود القاضي مسؤول عمليات شركة المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان عن البوابات اللي هيدخل منها جمهور الفرقتين، بداية من باب الرشدان، هو الباب الغربي لاستاد القاهرة مخصص لجماهير المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى، سواء الأولى يمين أو يسار أو الأولى العلوية. البوابة الثانية المطلة على شارع صلاح سالم وهيئة الاستعلامات ودار المدرعات، وهي البوابة اللي بتستقبل جماهير الدرجة الثالثة يسار والدرجة الثانية الموحدة. جماهير الدرجة الثالثة هيتوجهوا مباشرة من البوابة لمقاعدهم في المدرج بعد التفتيش أكيد، أما بالنسبة للدرجة الثانية الموحدة فليهم مسار داخلي منفصل وصولا إلى مقاعدهم المخصصة. الباب الثالث هو باب طريق النصر والمطلة على نادي الزهور ونصب التذكاري، وهو طبعا مخصص لجماهير الدرجة الثالثة لنادي زمالك يمين، بيتوجهوا للمدرج المخصص ليهم والصحفيين واكيد المصورين، مخصص ليهم حوالي 250 موقع بالنسبه للصحفيين و100 موقع بالنسبه للمصورين عبر كشوف معتمده من باب الفروسيه، وهو مطلع على السور الخلفي بالنسبه لنادي الزهور. طيب بما اننا على بعد ساعات قليله من اسدال استطار على بطوله الكونفدراليه الافريقيه، نقرب اكتر من المشهد ولكن من زاويه تانية خالص، وهي الطب النفسي. امور كتير جدا بتكون محتاجه حقيقي ان احنا نعرف طبيعه المواجهه دي من الجانب النفسي هتكون عامله ازاي. لعيبه نادي الزمالك يعني يتخطوا خساره المباراه الاولى ازاي؟ ازاي ما يستعجلوش؟ ازاي ان هم ما يكونوش بيتهوروا في اللقاء ده؟ ما يستعجلوش ان هم يحرزوا الهدف الاول اللي اكيد طبعا هيكون يعني هو سر فوز لنادي الزمالك. ازاي استغلال ضغط الجمهور الكبير جدا اللي هيكون موجود في استاد القاهره؟ ازاي كمان التعامل وبشكل عام مع معطيات المباراه دي؟ امور كتير جدا محتاجين ان احنا نسمع ونشوف فيها راي الطب النفسي هيكون عامل ازاي. فخلينا نقرب اكتر من المشهد ونشوف اللقاء ده مع الدكتور محمد فكري استشاري الطب النفسي. كلام مهم جدا عن مباراه النهائي، نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه النهارده ان شاء الله ما بين الزمالك ونهضه بركان، ونرجع نكمل معاكم مره ثانيه. لازم ينسى نتيجة الماتش الأولاني ويلعب على أن دي ده الماتش. لو أنا النهاردة الزمالك نازل والبطولة دي من مباراة واحدة، هيبقى كان عنده أن هو نازل يكسب، هيحتاج يكسب إيه؟ 1-0 تمام؟ يبقى أنا نازل الماتش دوت علشان أكسب وانسى تماما فكرة القصة ده. الحاجة التانية المهمة قوي 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 تمام، بلاش اللعيبة وتحط في دماغها الجماهير عاوزين يفرح واحنا بقالنا كتير ما بناخدش بطولات وحاجات زي كده، لان دي هتمثل عليهم ضغط. وبعدين في الماتشات اللي زي دي مع الجماهير اللي بتبقى زايده تمام، وبرده يعني في بعض من لعيبه الزمالك اللي هم ممكن يكونوا لسه منتقلين مش متعودين على الجماهير وحاجات زي كده اهوت، فده ممكن يمثل عليهم عامل عبء وضغط. طيب انا النهارده بعد ما اعمل الكلام دوت، ليه بنقول الكلام ده؟ لان انت النهارده ممكن الماتش تمام تبقى النتائج فيه او المكسب يجي متاخر، فكل ما انت ما يبقى اللعيبه نازله ومعاها العبء دوت والجماهير تبقى ضغط عليهم، بالذات ان شاء الله الملعب هيبقى زايد، فدوت تبقى ايه هيؤدي الى ان ممكن اللعيبه تتحط تحت ضغط. وانا بقلق جدا من اللعيب المصري بيتحط تحت ضغط، لان ممكن بيبقى فيه اندفاعيه، الاندفاعيه دي قد تؤدي الى طرد، تؤدي الى حاجات اللي هي تخلي الماتش مش احسن حاجه. دور المدير الفني ان هو كان يعني المديرين الفنيين اللي بيبقوا عظام اللي بيعرفوا يشيلوا، هو بيقول لك انا متحمل المسؤوليه، انا مش كل اللي انا عاوزه منك انك انت تنزل تلعب وما تبخلش باي حاجه، ولو حصلت اي نتيجه سلبيه انا اللي هشيلها. ده بيشيل على طول كل اي ضغط على اي لعيب. بلاش انك انت تجسم وتعتقد ان انا كاني لو انا خسرت الماتش دوت كانه نهايه المشوار بتاعي وان المشوار بتاعي هيعمل، لا ده انت في بدايه المشوار بتاعك وانت هتلعب وهتكسب في ماتشات وهتخسر في ماتشات، وهي الكوره كده اهوت. والكوره ملهاش يعني في اوقات كتيره جدا بيبقى مثلا الفريق لاعب كويس قوي 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 ومضيع فرص كتيره جدا جدا، ولكن ملوش نصيب النهارده انه يكسب، وبتتعوض في بعض الماتشات الاخرى اللي انت ما تبقاش فيها يعني ممكن تستحق قوي المكسب
وتلاقي نفسك انك انت ايه كسبت الهدوء التام، ما تركز مع اي استفزازات ولا اي حاجه من الجماهير، انزل واثق من نفسك، ما انسى النتيجه الاخر بتاعه الماتش اللي فات، تمام، حط انك انت الموضوع ان شاء الله يبقى سهل، كل اللي انت محتاجه انك انت تركز. ويمكن يعني النصيحه الاساسيه المهمه الناس تبقى حاطاها في دماغها بس، ان في الماتشات اللي زي دي عدد الفرص بيبقى قليل، فاللعيب اللي يجيله فرصه محتاج ان هو يبقى مركز علشان يعني يكون معاه التوفيق من ربنا ان شاء الله. أكيد لسه الحديث مستمر عن حدث بيهم كل الشارع المصري بشكل عام، أكيد كمان جماهير نادي الزمالك بشكل خاص، الكل أكيد مترقب النهاردة هذه المباراة، المباراة اللي هتجمع نادي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. عبر الهاتف بينضم لينا كابتن محمد صلاح المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك. يا صباح الفل عليك يا كابتن، أكيد منورنا النهاردة في صباح وانت الله يخليك يا شيم، صباح الخير. يمكن اتكلمنا يا كابتن محمد عن هذا اللقاء قبل لقاء الذهاب اللي كان موجود في المغرب، واتكلمنا وقلنا عندنا امان كتيره جدا ان نادي الزمالك يقدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه. خليني اسالك في البدايه، هل احراز نادي الزمالك لهدف هناك ممكن نقول عليه ان هو هيبقى شوكه في زور النهارده الفريق المغربي في هذا في هذه المباراه الهامه؟ شوفي الاول يعني انا مش عايز، لان حصل لغط كتير قوي في القصه دي يا شيما، يعني ايه هي نتيجة إيجابية بالنسبة للمباراة الأولانية؟ صحيح، لكن لو أنا اعتمدت عليها ممكن أخسر. صحيح، فليه أنا ما اعتبرهاش مباراة جديدة وأقدر أخش من أول مباراة إن أنا عندي رغبة إن أنا أكسب؟ أكيد، عشان إذا كسبت يبقى دي حتى من لو مباراة نقول عليها منفصلة يبقى ناخد البطولة، لكن مش عايز أخش في حسابات إن أنا أعتمد على الأولانية فجأة يجي فيا جون الأمور تتلخبط يبقى لازم أجيب جونين وأنا ربنا كرمني بجون. انا عايز اجيب بدل ما كنت هجيب 3 جوان في مصر، لا ده انا هجيب جون واحد بس، بس ازاي اجيب جون وازاي احافظ عليه وازاي ما اخشش فيها جون؟ اكيد هي دي الاساسيات اللي لازم يعملها جوميز مع اللعيبه او يرتبها معاهم. خليني اسالك، ازاي النهارده نادي الزمالك ممكن يكون بيستغل عامل الارض والجمهور؟ واكيد يعني عامل الارض والجمهور ده حاجه كبيره جدا، اكيد هتكون لصالح نادي الزمالك. يعني هي بقى لها فتره مش يعني غالبا مش في صالح صاحب الملعب، ولكن بالاجتهاد والرغبه ان انت عايز تكسبي هتكسبي، لان معاك الجماهير ما اعتقدش ان موجوده في اي حته في طبعا في القاره الافريقيه يعني. وانت بتلعبي فرقه مش جايه يعني تستسلم، هي جايه في ايديها ثلاث نقاط وبتعتمد ان هي يا اما تتعادل معاكي يا اما تلخبط لك امورك بان تحرز هدف مبكر، فانت لازم تعملي حسابك ان هي ممكن صحيح. تلعب بطريقه دفاعيه وبعدين تلعب على الهجمه المرتده. صحيح، طيب ازاي النهارده ممكن جوميز يكون بيلعب هذا اللقاء بشكل متوازن عشان يقدر ان هو يعني ياخد اللي هو عايزه منه، يسجل وما يستقبلش؟ اولا ما يدافعش في نص ملعبه. اذا كان عايز يدافع او يعمل زون من تلتين او من تلت الملعب بتاع نهضه بركان. ثانيا لازم يعمل بدايل للتكتل الدفاعي اللي هيحصل في نص الملعب من الناحيه الدفاعيه، اذا كان من المهاره او التصويب، لان هو انا شفته هو من الناس اللي بتحب التصويب من خارج منطقه الجزاء. صحيح، للاسف اللعيبه ما بتشوطش، وده مفتاح تقدر تكسب منه اكيد، خاصه الفرقه دفاعيا او الحارس يعني فوق المتوسط مش جاي يعني. صحيح، فنتمنى ان يحصل التكتيك ده او يبقى فيه بدايل، لو حصل كذا نعمل كذا، لو حصل كذا نعمل كذا، حتى اللعيب يقدر يفكر في الملعب من اللي خده من المدير الفني، وهو ممكن يبدع كمان في نص الملعب او الناحيه الهجوميه اللي احنا محتاجينها تبقى يعني بكثره شويه او بغزاره. كابتن محمد صلاح، خليني اسال حضرتك، هل التشكيل الامثل والانسب بالنسبه لجوميز النهارده اللي يخوض بيه هذا اللقاء الهام والنهائي ممكن يكون نفس التشكيل اللي خاض بيه لقاء الذهاب، ولا شايف ان لازم يكون في تغييرات في هذا اللقاء؟ لا انا مع حضرتك في كده، بس شلبي يلعب حتى لو هو مش جاهز بدنيا مثلا 100%، يقدر يديكي ساعه، يقدر يديكي 45 دقيقه، لان هو مهم جدا ان يشوف حد تفكيره ماشي مع فتوح، لان عندهم الراجل رقم 7 ففتوح المباراه اللي فاتت ما كانش في حد بيساعده، لان سامسون ما كانش يعني عارف يأدي في الحته دي،
وكان عندنا يعني شبه ثغره في الشوط الاولاني بالذات يعني. فانت تدرجه هو تدارك الموقف النهارده اعتقد الامور هتبقى او التشكيل هيبقى مثالي. صحيح. كابتن محمد صلاح المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك اكيد نورتنا النهارده في صباح اون تايم، واكيد كل التوفيق بنتمناه لنادي الزمالك ممثل الكره المصريه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، نتمناها اكيد لنادي الزمالك النهارده. نتمنى اكيد ان جمهور نادي الزمالك يخرج من هذا اللقاء وهذا النهائي يعني هو سعيد ومبسوط، ويكون في انجاز جديد لنادي الزمالك ممثل الكره المصريه. ومن البطولات القارية هنروح معاكم بقى محليا لدوري النايل، الدوري المصري الممتاز. النهاردة هيكون افتتاح الجولة 24 من دوري النايل، مباراة قوية جدا هتجمع الاسماعيلي مع بيراميدز على ملعب اسماعيلية الرياضي. المباراة دي هتكون الساعة 6 مساء. مباراة أكيد في الدور الأول انتهت بفوز بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي بنتيجة 2-1 بعد ما كان متأخر بهدف دون رد، والإسماعيلي معاه دلوقتي 26 نقطة من 23 مباراة في المركز الـ 12، ترتيبه اتحسن بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة دي بعد ما ودع مراكز الهبوط نوعا ما، وآخر ثلاث مباريات فاز على فاركو بنتيجة 2-0، فاز على الداخلية بنتيجة 1-0، واتعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1. في المقابل نادي بيراميدز لغايه دلوقتي بيقدم واحده اكيد من افضل المواسم الخاصه به على الاطلاق، متصدر لترتيب دوري النايل ومعاه 47 نقطه من 20 مباراه مع مدربه المجتهد كانسلاف يوريسيتش، واللي مسجل معاه سلسله انتصارات مميزه جدا في اخر 7 مباريات، ما خسرش وما تعادلش كمان، فاز فيهم بالكامل وحقق 21 نقطه في 7 مباريات متتاليه، نسبه نجاح كبيره جدا واكيد مستحقه بالنسبه لنادي بيراميدز في الموسم الحالي. فخلينا نتابع اكيد المواجهه القويه دي النهارده عبر اون تايم سبورتس، واللي طبعا هتجمع الاسماعيلي على ملعبه وقصاد جمهوره مع فريق بيراميدز المتسلح بطموحات اكيد الفوز ببطوله الدوري لاول مره في تاريخه. مشاهدينا نطلع معاكم سريعا دلوقتي لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونكمل بقيه فقراتنا النهارده في صباح اون تايم، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا النهارده عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الفل عليك، اكيد منورنا النهارده في صباح اون تايم. صباح الخير عليك يا شيما، صباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس. اكيد عندنا احداث كتيره جدا، احداث قاريه بتخص الانديه المصريه. النادي الاهلي امبارح كان عنده ذهاب في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، النهارده نادي الزمالك عنده الاياب في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. خلينا نبتدي بمباراه امبارح الذهاب في بطوله دوري ابطال افريقيا قصاد فريق الترجي التونسي، مباراه كانت يعني بالنسبه للفرقتين شفنا فيها حذر دفاعي كبير جدا، شفناها مش مباراه سهله ابدا ولكن شفناها مباراه تكتيكيه ما بين اثنين مدربين خايفين ان هم يستقبلوا اي اهداف. دي حقيقه متفق معاكي، وانا يعني نقدر نقول لو حطينا عنوان يعني للمباراه جمله شهيره يعني جرت الامور كما خطط لها. النادي الاهلي ما اعتقدش ان هو كان في حساباته نتيجة أفضل من إن هو يرجع الأول بشباك نظيفة، طبعًا صحيح. هو كان مخطط أكيد طبعًا للفوز، ولكن من ضمن خطط مارسيل كولر للمباراة إن هو يرجع الأول بشباك نظيفة، والتعادل السلبي نتيجة طيبة جدًا بالنسبة للنادي الأهلي مع منافس قوي، ما ننكرش أبدًا إن فريق الترجي التونسي على ملعبه في وسط جماهيره أكيد متمرس في البطولات القارية، ممكن تكون مش أفضل نسخة للترجي التونسي أو مش هو ده الترجي اللي بيبقى مرعب أو مخيف، ولكن نقدر نقول إن هو منافس شرس جدا على البطوله. تاهله وفوزه على سان داونز ما ننساش في نص النهائي ذهاب واياب نتيجه بتؤكد ان هو فريق قوي جدا وفريق يعني منافس شرس على التتويج بالبطوله. ففكره النادي الاهلي يخوض مباراه منظمه تكتيكيا في تونس وفي ارض ملعب برادس ويرجع بشباك نظيفه ديت تحسب مؤكد جدا للجهاز الفني واللاعبي النادي الاهلي. صحيح. عايز اقول كمان ان نص قوه النادي الاهلي ويمكن تكون اكتر من كده كمان مش بس في المستويات الفنيه يا شيما، فكره الهيبه اللي موجوده والشخصيه القويه للفريق أكيد. داخل اي ملعب جوه ملعبه او بره ملعبه، الفرق اللي في قاره افريقيا كلها دلوقتي بتخاف وبتبقى
عندها رهبه من مواجهه النادي الاهلي، فالنقطه ديت كانت واضحه جدا طبعا في مباراه امس. صحيح. طيب لو شفنا مباراه امبارح فهنلاقي ان الشوط الاول اختلف كتير عن الشوط الثاني، يمكن الشوط الثاني النادي الاهلي كان افضل فيه، كان اكثر خطوره، كان اكثر فعاليه، ولكن الشوط الاول شفنا فيه الفريق التونسي كان الى حد ما افضل، ويمكن كمان لو بصينا للقاء بشكل عام كان زي ما قلنا اكثر حاجه بتميزه الحذر الدفاعي. صحيح. ما بين الفرقتين شفنا كمان المعدل البدني بالنسبه للعيبه التونس بيقل تدريجيا كمان خاصة مع الشوط الثاني. شوفوا الشوط الأول كان فيه أكتر من ملاحظة ممكن نقول سلبية كده شوية للنادي الأهلي، بدي طبيعة الحال إن أنت لسه بتلعبي في ملعب المنافس، كان فيه فرصة مؤكدة جدا لرودريجيز تقريبا في أول خمس دقايق اللي هي أهدرها بضربة الراس، بعد كده دربكة دفاعية طبعا بإصابة علي معلول، ثم كان فيه حتة توتر ظهرت على بعض اللعيبة، إنذار لهاني، إنذار لكريم فؤاد، اللعيبة فيه حتة ثلاث إنذارات، ثلاث كروت صفراء امبارح كانوا من نصيب لعيبة النادي الأهلي، ويمكن ده برضو كان حاطط لحد ما خوف في قلوب جماهير النادي الأهلي، الكل كان خايف إن ممكن التهور ده يزيد ونشوف إن لاعب أو أكتر ممكن يتعرض طبعا من النادي الأهلي ويضطر النادي الأهلي إن هو يلعب ناقص لاعب، وأكيد ده ما كانش مطلوب أبدا إن هو يحصل امبارح. مظبوط، متفق معاك. العصبية كمان وضحت حتى على اللعيبة على مارسيل كولر كمان. صحيح. ولكن اتخيل ان كل ده اتعالج بين الشوطين، وفي الشوط الثاني كان النادي الاهلي اهدى واكثر سيطره على المباراه، مع النقطه اللي انت قلت عليها طبعا ملاحظه مهمه جدا، فكره المخزون البدني او عامل اللياقه قل شويه عند لعيبه الترجي. وزي ما قلت لك خلاص بدات الفريق الترجي متوجس كده ان النادي الاهلي ممكن يخطف جون في اي لحظه. صحيح. فلا انا امن نفسي برضه حتى لو تعادل، وهي نتيجه دايما بيسموها يعني افضل اسوء او اسوء افضل نتيجه. فكره انها بتعادل سلبيا، لان حتى في مباراه العوده هيبقى فيه حذر من الجانبين، لان اي هدف للطرف ده او للطرف ده هيدربك الحسابات جدا، وهيبقى فيه يعني حسابات كتيره لكل المدربين سواء هنا او هنا. اعتقد ان المباراه، اعتقد مباراه النادي الاهلي امبارح خرج بنتيجه طيبه جدا، شايفها مقبوله في التعادل السلبي مع فريق او منافس قوي زي الترجي التونسي. صحيح. طيب ده ياخدنا اكيد لسؤال عن المباراه القادمه اللي بتخص النادي الاهلي اللي خلاص يعني هتكون ان شاء الله يوم السبت القادم يوم 25 من نفس الشهر، مباراه الاياب في بطوله دوري ابطال افريقيا 90 دقيقه هيكونوا بيخسروا من هو صاحب لقب هذه النسخه من بطوله دوري ابطال افريقيا. شايف مارسيل كولر محتاج يعمل ايه؟ محتاج يخوض اللقاء ده ازاي كمان مع وجود غياب شبه مؤكد، غياب علي معلول، واحد من اهم الركائز الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي. هو بس احنا مش عايزين نسبق الاحداث شويه على قصه علي معلول، هو طبعا في بعض التقارير خرجت امبارح بتتكلم عن الاصابه في وتر اكيليس، هو اشتباه صراحه الى وقت احنا ما نتمناش ده ابدا يعني طبعًا. يمكن كمان اصابه وتر اكيليس دي من اصعب الاصابات اللي ممكن يكون بيواجهها اي لاعب كره قدم، يمكن كمان يمكن تكون اصعب من الرباط الصليبي، فاكيد بنتمنى له ان شاء الله يكون سليم، ان شاء الله ما يكونش في حاجه، يمكن الناس ان شاء الله بس يقدر يعني يرجع سريعا للملاعب، ان شاء الله طبعًا. يكون حاجه بسيطه يعني باذن الله ما يكونش. نتمنى له طبعا لكل اللعيبه طبعا السلامه والشفاء العاجل، ولكن الناس استبقت الاحداث شويه عشان شافوه متشال وشافوه برضه بعد المباراه ساند على عكاز، بس احنا طبعا ما نقدرش نقول اي حاجه غير بعد الفحص الطبي، وان شاء الله الفحص الطبي هيكون خلال ساعات خلاص البعثه عادت وهنطمن على علي معلول. اللاعب رقم واحد في مباراه العوده، وبرضه لما هنتكلم عن نادي الزمالك هنتكلم عن اللاعب رقم واحد في مباراه النهارده هو الجمهور. اكيد احنا شفنا امبارح ملحمه من جمهور التونس، رساله بيقدموها تشجيع لحد طول 90 دقيقه، حتى بعد التعادل السلبي بيأزروا فرقتهم. فاتخيل في استاد القاهره السبت الجاي اللاعب رقم واحد مع النادي الاهلي هيكون جمهور النادي الاهلي، تذاكر نفذت طبعا جمهور كامل العدد في المباراه. اي لاعب هيكون موجود بديل لعلي معلول سواء كريم فؤاد او اختار مارسيل كولر تغيير تكتيكي اخر يلعب بيه، اعتقد ان هيقدر يقوم بالدور، وزي ما بيقولوا دايما جمهور النادي الاهلي الاهلي بمن حضر، فاي 11 لاعب ان شاء الله قادرين على الفوز. انا بس مش عايز اقول ان السيناريو ممكن يكون قريب من ماتش مازيمبي، وان كان في تعادل سلبي بره وهيرجع بقى الاهلي هيكسب بثلاثه، الموضوع مختلف. الترجي التونسي اقوى، منافس شرس جدا. صحيح. ومتمرس في البطولات الافريقيه، فمهم ان الاهلي يلعب برضه يظل استاد القاهره واستاد الرعب بالنسبه بالتأكيد. لكل منافسين الانديه المصريه، فاكيد بنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يكون بيستغل هذا العامل القوي جدا، عامل الارض وكمان عامل الجمهور لصالحه، ويقدر ان هو يحرز هذا اللقب، اللقب ال12 اللي هيكون في خزينه النادي الاهلي بالنسبه للبطوله. اعتقد حظوظ الاهلي هو الاقرب للفوز بالبطوله ان شاء الله يوم السبت الجاي وهيتوج باللقب. اكيد هو ده اللي كلنا بنتمناه.
ممثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي. أكيد الكلام النهاردة يعني عن نادي زمالك، عن يعني ساعات بتفصلنا عن إزالة الستارة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية. صحيح. بطولة أكيد في غاية الأهمية بالنسبة لنادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك، وأكيد بيستحقها جماهير نادي الزمالك زي ما اتكلمت، هم اللاعب رقم واحد اللي وقف وساندوا الفريق. صحيح. من بداية المشوار في البطولة الأفريقية، بالإضافة كمان أن نادي الزمالك يمكن بقاله أكتر من موسمين ما كانش عنده أي ألقاب سواء محلية أو ألقاب قارية، فأكيد هو محتاج للقب ده ومحتاجه بشدة. كمان بالنسبة للمدير الفني جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، اللي أكيد محتاج أنه هو يعني يدي هدية لجماهير نادي الزمالك ولمجلس الإدارة. كمان الصفقات الجديدة اللي بنتكلم عنها. صحيح. اللي شاركت أو ابتدت مع نادي الزمالك في الميركاتو اللي فات، أكيد كلها محتاجة أن هي يكون عندها دفعة معنوية قوية بلقب قاري، هيفرق كتير جدا في مستقبل نادي الزمالك وفي مشوار نادي الزمالك فيما هو قادم. صحيح، متفق معاك 100%. بطولة من أهم بطولات نادي الزمالك على مدار آخر 5 أو 6 سنين. احنا بنتكلم ان الزمالك لم يتوج بلقب قاري على مستوى البطولات يعني من 2019 الكونفدرالية، او لو هنقول ان السوبر الافريقي في 2020 من الترجي التونسي. بعيد الزمالك 4 أو 5 سنين عن التتويج القاري، بعيد الزمالك عن البطولات المحلية زي ما انت قلتي في الموسمين. فبنتكلم في ان بطولة من اهم البطولات لنادي الزمالك، هتعيد الاستقرار، هتعيد حالة الثقة عند اللاعبين في ان هم يقدروا يتواجوا باي بطولات في الفترة اللي جاية. في غيابات عن نادي الزمالك طبعا في الفترة الأخيرة، حتى بعض العناصر اللي مش مقيدة أفريقيا، بنتكلم في عبد الله السعيد، في ناصر ماهر، في سيف جعفر، في بعض اللعيبة رجع من إصابات زي مصطفى شلبي اللي ممكن يكون ورقة مهمة جدا في مباراة النهاردة. شيكابالا طبعا نجم الزمالك هو مصطفى الزناري غايبين عن اللقاء للتأهيل ومن الإصابات اللي بيعانوا منها. ولكن الزمالك أيضا برغم هذه الغيابات وبرغم إن في بعض القلق شوية اللي بينتاب جمهور نادي الزمالك إن السكواد ده ربما يكون مش هو اللي يخلي الزمالك دايما ستاندنج على البطولات الافريقيه او القاريه في دوري الابطال في الكونفدراليه، ولكن المجموعه اللي موجوده واللي قدرت توصل للمباراه النهائيه، واللي انا شايف كمان ان مباراه الذهاب مشوها بشكل كويس رغم ان الزمالك اتخطف في الشوط الاول، بس قدر الزمالك ان هو يمشيها بشكل كويس. والعوده 2-1 من المغرب ممكن تساعد الزمالك النهارده ان شاء الله مع وجود الجمهور في استاد القاهره. اكيد هتساعد كتير، يعني 2-1 نتيجة ممكن نقول عليها نوعا ما هي إيجابية. الهدف اللي أحرزه هناك سيف الدين الجزيري أكيد هيكون بيفرق كتير جدا مع نادي الزمالك في لقاء النهاردة. نتمناها أكيد برضو لنادي الزمالك ممثل الكرة المصرية في هذه البطولة، اللي حقيقي كان مشواره مش سهل من البداية، واللي شفنا أن أكيد الجمهور برضو كان ليه دور كبير جدا في وصول نادي الزمالك للنهائي ده. دعم كان بشكل كبير جدا من البداية لحد النهاية، فنتمنى أكيد أن جماهير نادي الزمالك النهاردة يكون اليوم يوم سعيد بالنسبة لها، يكون الله. يوم فيه فوز وفيه فرحة وفيه فخر بالانتماء لنادي الزمالك، فإن شاء الله تكون هذه البطولة وهذه النسخة من نصيب نادي الزمالك للمرة بقى الثانية بعد الفوز بهذه البطولة في 2019 إن شاء الله. إن شاء الله، ودايما جمهور الزمالك بيقدم الرسالة وبيقدم النموذج اللي بيحتذى بيه. جمهور الزمالك غير دايما بيقدم الدعم فعلا لفريقه في اي وقت، سواء كان في انتصارات او في تراجع في النتائج. أكيد. فان شاء الله يكون ده هم اللي بيقودوا الفريق النهارده ان شاء الله للتتويج بالبطوله. طيب خلينا نتكلم فنان عن هذا اللقاء. شايف مارسيل كولر النهارده ممكن يكون داخل اللقاء ده وهو حاطط ايه في دماغه؟ هل مثلا هيبتدي اللقاء جيم مفتوح بسرعه يخطف هدف ويرجع جوميز يدخل النهارده اللقاء يفتح الجيم يخطف هدف بسرعه ويرجع يدافع، هيكون حابب يعمل ايه او شايف ايه هو الافضل بالنسبه لجوميز في هذا اللقاء؟ شوفي، هو جوميز بطبعه اصلا بيحب اللعب الهجومي، وشفنا حتى في احتياج الزمالك لما كان عايز يفوز على دريمز الغاني بيلعب بتشكيل هجومي في غانا كمان هناك. اعتقد ان جوميز بطبعه بيميل لفكره التشكيل الهجومي، ولكن نتيجه مباراه الذهاب تخلي في بعض الحذر اللي موجود على اداء الزمالك في مباراه النهارده، لان استقبال اي هدف في مباراه اليوم هيعمل دربكه كبيره جدا في الحسابات وهيعمل توتر للعيبه الزمالك. صحيح. فمهم ان الزمالك يفرض سيطرته على مجريات المباراه، ولكن برضه ما يكونش ده على حساب الجانب الدفاعي، لازم يبقى فيه تنظيم دفاعي مع وجود العناصر الهجوميه. فاتخيل ان افضل شكل او افضل اداء للزمالك هيكون بشكل مباراه الذهاب التشكيل، باستثناء فقط مصطفى شلبي هيكون مكان سامسون اكينولا. اعتقد ده هيدي
شكل هجومي افضل شويه افضل بالنسبه لنادي الزمالك اكيد من ناحيه الجناح الايسر. خلينا نتكلم عن كل السيناريوهات اللي ممكن يعدي بيها نادي الزمالك النهارده في اياب نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه، ولكن هنطلع الاول لفاصل وبعد الفاصل هنرجع ونكمل كلامنا مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي، واكيد تحديث مهم جدا عن لقاء هام ومرتقب بالنسبه لجماهير الكره المصريه كلها بشكل عام وجماهير نادي الزمالك بشكل خاص بعد الفاصل. رجعنا سريعا لسه مكملين معاك، واكيد فقراتنا هنا في صباح اون تايم، ولسه معانا عبد الحميد فراج الناقد الرياضي، ولسه الحديث مستمر عن اللقاء الهام والمرتقب النهارده بالنسبه لنادي الزمالك ونهضه بركان المغربي في نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه مباراه الاياب. سريعا كان نتكلم عن السيناريوهات المحتمله بالنسبه لهذا اللقاء، لو زي ما اتكلمنا قدر جوميز ان هو يخطف هدف ويقفل بعد كده دفاعاته نتيجه 1-0، فده معناه اكيد طبعا فوز نادي الزمالك باللقب، ولكن بقى في حاله استقباله لاي هدف ده هيحطنا في حسابات ملهاش اي لازمه، فقول لي ازاي ممكن النهارده يكون جوميز بيتجنب ان هو يستقبل اي اهداف؟ دي النقطة المهمة جدا اللي لازم يحط فيها حساباته نادي الزمالك كجهاز فني او لاعبين، انه ما يركنش لنتيجة مباراة الذهاب، وانه يعزز بهدف بالتقدم الاول طبعا ده يكون جميل، ويعززه بهدف اخر علشان الحسابات اللي انت قلت عليها ديت، لان في اي لحظة من اللحظات استقبال هدف من الفريق المغربي، وبالمناسبة الفريق المغربي بيأدي في بره ملعبه وفي ملعبه اداء رائع، يعني مباراة الذهاب هم برضه كان في حتة حذر كده واحترام لنادي الزمالك ان هم في الشوط الثاني ما كانوش قادرين ان هم يفتحوا خطوطهم ويهاجموا عشان خايفين ان الزمالك كان ممكن يدرك التعادل، ولكن في القاهره هنا هيبقوا بيلعبوا في الشوط الاول جيم دفاعي، وده اللي الزمالك لازم يعتمد عليه في ان هو يباغت دايما، بيبقى في ضغط من اول المباراه، ولكن لو سجل هدف ما يمكنش ليه وما يقولش ان نتيجه 1-0 توصلني للتتويج بالبطوله، لازم يعزز النتيجه 2-1 علشان يكون هو الليدنج على المباراه زي ما بنقول. صحيح. طيب قول لي يمكن اتكلمنا عن التشكيله الانسب بالنسبه لنادي الزمالك، وقلت لي هتكون هي نفس التشكيله في الاغلب اللي خاض بيها جوميز لقاء الذهاب، باستثناء طبعا مصطفى شلبي هيكون موجود بدل من سامسون إيكينيولا. خليني برضو اسالك عن نقاط القوه والضعف في الفريق المغربي، فريق نهضه بركان المغربي احنا شفناه فريق طبعا زي ما انت كنت لسه بتتكلم، فريق متماسك جدا ومنظم جدا وبيأدي جوه ارضه وبره ارضه برضو بنفس القوه في الاداء، لكن قول لي ايه هي اهم نقاط الضعف اللي ممكن نشوف النهارده جوميز بيحاول ان هو يستغلها لصالحه؟ الثغرات الدفاعيه، وده ظهر في مباراه الذهاب، الدفاع عندهم مش افضل حاجه يقدر الزمالك يستغلها من خلال السرعات، من عشان كده احنا قلنا وجود مصطفى شلبي من على الجناح الهجومي مع زيزو في الناحيه الثانيه مع سيف الجزيري ايضا، والتقارب بينهم ده مهم جدا علشان يخلقوا حته يعني مربع عمليات زي ما بيقولوا مع احمد حمدي في المتقدم من نص الملعب، هيقدر يصنعوا الجزئيه دي. الفريق المغربي مميز في نقطتين مهمين جدا، العرضيات والكرات الثابته. صحيح. وده ظهر برضه حال كل الفرق المغربيه تقريبا. حقيقه، دي حقيقه، فمهم جدا الزمالك ما يديش فرصه للفريق المغربي لا الفاولات ولا كرات ثابته على حدود المنطقه. صحيح. حتى الركنيات، لان احنا شفنا كمان طبعا في مباراه الذهاب استقبل الزمالك الهدف الثاني منه من خلال ركله ركنيه. فاللعب على العرضيات مهم الزمالك جدا ان هو يقفل الجانبين وفي نفس الوقت يستغل الثغرات الدفاعيه ل فريق نهضة بركان. الجانب التكتيكي من بره الملعب ده المهم جدا جدا، لان معين الشعباني مدرب متمرس افريقيا وعارف كويس جدا نادي الزمالك الدوري المصري وقابله طبعا في سيراميكا، وقابل الزمالك مع الترجي التونسي بالمناسبه، فهو عارف كويس قوي نادي الزمالك وعارف الكواليس الكره المصريه، حتى في المؤتمر الصحفي لما كانوا بيكلموه بيسالوه واضح ان هو متابع الدوري المصري بشكل كبير جدا، واتكلم عن فرق الدوري المصري، حتى لو مش هو شخصيا بيكون بيتابع الدوري المصري، فاكيد في محلل اداء وفي يعني ناس دي شغلتهم ان هم يكونوا بيحللوا اداء الفرق المنافسه ويكونوا متابعينها ومتابعين نتائجها واداء كل لاعب فيهم، وكمان كل خط فيهم بيكون عارف ايه هي نقاط القوه والضعف بالنسبه في الفريق المناسب المنافس، فطبعا يعني بيكون فكره مذاكره المنافس دي في الوقت الحالي خلاص الموضوع بقى يعني ورق مكشوف بالنسبه للجميع. عشان كده احنا قلنا ان جوميز يعني رغم ان هو مش متمارس قوي في القاره الافريقيه، بس خد الدرس من مباراه الذهاب وعارف كويس قوي فريق نهضه بركان. مهم جدا في التغييرات، لان احنا شفنا برضه تغييراته في مباراه الذهاب ما كانتش كبيره، كان تغيير شبه اضطراري، وبعد كده تغيير في الدقيقه 90
يعني هو ما عملش غير تغييرتين بس جوميز في مباراه الذهاب. دلوقتي عنده اوراق هجوميه، عنده اوباما اعتقد بقى فت وجاهز ممكن يستخدمه كورقه هجوميه، مصطفى شلبي مع عودته موجود، ابراهيم انضاي، سامسون وسيف الجزيري، فالاوراق ديت يخليه ان هو زي ما قلت لك يقرا الملعب كويس، يدير مباراه قدام معين الشعباني بشكل جيد ويستغل النقاط الضعف اللي موجوده في فريق نهضه بركان وتحديدا في التركيبه الدفاعيه او الثغرات الدفاعيه اللي موجوده عندهم. مهم جدا زي ما قلنا يامن، يجيب الاول هدف الاول التقدم ويامنه كمان علشان يكون هو اللي صحيح مسيطر على المباراه. يمكن انت قلت ان من اهم نقاط الضعف اللي موجوده في فريق نهضه بركان المغربي هو خط الدفاع، بس ممكن نقول نفس الامر ممكن يكون بينطبق على نادي الزمالك خاصه في اللقاء الاخير اللي جمع ما بين الفرقتين في لقاء الذهاب. هل في مشكله في خط دفاع نادي الزمالك ومحتاج النهارده جوميز ان هو يحلها؟ شوف هو مبدئيا طبعا كتشكيل حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي هيكون هم ثنائي قلبي الدفاع، وطبعا على اليمين عمر جابر وعلى الشمال احمد فتوح، ده التشكيل اللي هيكون ثابت رباعي الدفاع في نادي الزمالك. في حاله انسجام موجوده بين حسام وحمزه في الفتره الاخيره وحافظوا بعض خلاص، نقدر نقول ان يعني يتحمل خط الدفاع ركله الجزاء طبعا والخطا بتاع حسام عبد المجيد في مباراة الذهاب، وأيضا التمركز في الركلة الركنية ما كانش أفضل حاجة صحيح. ولكن ما نقدرش نقول إن الزمالك بيعاني دفاعيا بشكل كبير، وزي ما قلنا كمان فكرة إن المنظومة الدفاعية مش بس قلبي الدفاع، المنظومة الدفاعية بنتكلم كمان في الطرفين بكيت. وكمان اللعيبة اللي في نص الملعب وبترجع، ومؤخرا نبيل دونجا صراحة عامل أداء طيب جدا مع نادي الزمالك. في وجود الجماهير وفي وجود الحلم ان هو يتوج باللقب القاري البطوله الكونفدراليه، اعتقد ال 11 لاعب الموجودين في نادي الزمالك على مدار ال 90 دقيقه لازم يكون عندهم تركيز كبير جدا صحيح، وواقفين صح ان شاء الله علشان يكللوا مجهودهم بالفوز بالبطوله. اكيد، وهو ده اللي بنتمناه ان شاء صحيح الله تكون يعني لنادي الزمالك بطوله الكونفدراليه الافريقيه، هذه النسخه من البطوله يكون بيزود دولاب بطولاته بلقب تاني للكونفدراليه وتبقى رياضه مصريه كمان يا شيما، لما نقول ان احنا هنلعب سوبر افريقي بين فرقتين من مصريين نرجع بقى تاني زي السوبر 94 صحيح، ترجع بقى ان شاء الله رياضه افريقيه، الاهلي يتوج بدوري الابطال والزمالك بالكونفدراليه ان شاء الله. اكيد هو ده اللي بنتمناه. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا اكيد في صباح وانت عين. بشكرك شكرا جزيلا يا شيما. مشاهدينا بتنتهي حلقتنا النهارده، قبل ما اسيبكم اكيد بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك وممثل الكره المصريه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. ان شاء الله جماهير نادي الزمالك النهارده تكون عندها ليله يعني سعيده وتكون فرحانه وفخوره بفريقها، وتكون دايما وكالمعتاد تكون بتساند وبتحفز الفريق ان شاء الله للفوز بهذا اللقب الغالي. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد في حلقه جديده من صباح اون تايم. صباحكم زي الفل.